معاناة تعز، تختصرها لوحات فنية للفنان رشاد السمعي، نقشت بريشته الناطقة التي أوصلت رسالة المعاناة. فالصورة خير من ألف كلمة، اختصرت المسافات وجعلت المأساة الإنسانية التي يتعرض لها سكان تعز مفهومة بكل اللغات ولكل الأعمار. جميع هذه الصور استطاع من خلالها الفنان رشاد السامعي أن يعبر عن المعاناة الحقيقية التي يعانيها أبناء مدينة تعز من خلال الرسومات التي تنقل مشاهد، بالتأكيد هذه المشاهد تكررت وحدثت وعانى الكثير من هذه الأحداث من قطع مدينة تعز وقطع شوارعها لأكثر من 8 سنوات. هذه الرسوم تعبر بتعبير كبير عن المعاناة التي يتجرعها السكان. كلما شاهدنا هذه الصور تذكرنا المعاناة التي نغفل عنها ويغفل عنها الكثيرين، المعاناة اليومية التي يعيشها المدنيين في محافظة تعز تحت الحصار منذ 7 سنوات. في هذه المدينة التي تفرض عليها الحصار ويفرض عليها العديد من الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الحوثيين. جسدت اللوحات معاناة المسافرين عبر الطرق والجبال وما يتعرضون له من متاعب وجراحات وموت، وأظهرت مدى تعنت الميليشيات واستخدامها للطرق لخطف المسافرين وفرض الإتاوات وجعلها شريانا يمدهم بالحياة على حساب الفقراء والمسافرين والمعدمين. وأوصلت رسالة إنسانية تروي المعاناة ل7 سنوات. معاناة الطرق، معاناة القنص، معاناة الألغام، أشياء كثيرة، مآسي. وكذلك هناك شخصية مميزة في المكان، في اللوحات، شخصية عقلان، شخصية كاريكاتورية أنتجها الفنان رشاد السامعي، تعبر عن طموحات، عن آمال، عن أوجاع، عن آلام أبناء مدينة تعز المحاصرين. الطريق الذي من الممكن أن يكون في عدة دقائق والذي وصلت المعاناة فيه إلى أكثر من 6 إلى 7 إلى 8 ساعات. الأطفال، النساء، القصف المتواصل، المبعوث الأممي الذي أهمل ملف محافظة تعز وكرس كل جهوده من أجل الاهتمام بملف صنعاء. هنا مناشدة من أبناء محافظة تعز بريشة رشاد السامعي. صور المعرض قالت ما يريد قوله المواطن والمسافر والطالب والمرأة والطفل، وانتقدت دور الأمم المتحدة الذي خذل 4 مليون إنسان ل7 سنوات مع تعدد مبعوثيها الذين تغيرت صورهم ولم تتغير سياساتهم المنحازة للميليشيات. لذا ستظل هذه الرسوم تاريخا شاهدا على مدى الظلم واللا إنسانية والإرهاب الذي مورس ضد السكان في هذه المحافظة.